عائشة مديرة دار الشباب العيايدة 2 متواجدة بأرض العشر. النشاط اليوم هو عبارة عن أمسية المديح والسماع في نسختها الرابعة. من كل سنة كتنظم المؤسسة أنشطة دينية في مناسبة رمضان الأبرك، وفي الواقع هذه الأمسية كتعتمد على مجموعة من الفرق. دائما كتكون من الأصغر إلى الأكبر، يعني كيكون الخلف فرق ديال الأطفال وفرق ديال الشباب اليافعين ومن بعد فرق ديال المحترفين. هي فرصة لصلة الرحم مع الإخوان ديالنا ومع جمعية المجتمع المدني ومع المتداخلين معنا. أيضا بالعرب المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب بعمالة سلا. هذا جانب آخر من الأنشطة التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل. الأمر يتعلق بالاحتفالات بالأنشطة الدينية والوطنية. نتواجد في شهر رمضان المبارك، شهر الغفران والتوبة، شهر الخير والبركات، فارتئينا أن ننظم شهر حفلا دينيا للسماع. وبهذه الدار، هذه الدار التي توجد بمنطقة العييدة والتي تتميز بأنها مؤسسة للقرب. ومن هذا المنظر نتقدم بالشكر للسيده مديره المؤسسه وجميع الاطر العامله بالمؤسسه وجمعيات المجتمع المدني والمتطوعين وكل من يساهم في هذا الحفل، لان اعتبر ان اذا كان مدير المؤسسه منصهرا داخل الحي فبطبيعة الحال تكون النتيجة إيجابية، وتكون دار الشباب كذلك تمثل القرب وتصبح ملكا للمواطنين. وبالتالي كما لاحظنا هناك إقبال وهناك مشاركة ديال الساكنة معنا في هذا الحفل الديني، وهذا إن دل على شفع ما يدل على أن هذه المؤسسة الحمد لله تقوم بالدور ديالها المنوط بها كمؤسسة للقرب بامتياز. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.